وبعد ما ابيض القذال وشابا أصبوا لوصل الغيد أو أتصابا هبني صبرت فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيب غرابا لا تقعدن وإن تغير مألف بالجمع كان يؤلف أحبابا ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب بل وقفنا ربابا فسجمت فيها من دموعي ديمة وسجرت من حر الزفير شهابا فاحمر فيها الدم حتى أوشكت تلك المعاهد تنبت عنابا وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد تنعابا أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا ونحى العراق بفتية من غالب كلا تراه المدرك الغلابا لطوح الحادي والضعن هاجب حنين زينب تنادي سفرة القشرة علينا نادت بكافلها شديد العزم والباس شمر اردانك وانشر البيراق جني اعاينها مصيبة شيب الراس ما ظنت بهالحال نرجع للمدي قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخين ما دام انا موجود يا اختي ما تذلين لو تنقلب شاماتهم ويا العراقين لطحن جماجمهم ونحامي الضعف لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف ما يروعني طعن الارماح وضرب السيوف بس طلبي من الله يسلم لي لحمل على العسكر وذكرهم بابونا قالت عرفك بالحرب يا أخوي وافي
قطع الزنيد هذا الذي منا مخاف اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي ياهو يرد الخيل لو هجمت على هلا تدموع العين من حاد الضعن صار العباس قايدها وحاديها الطرم الحال وهي تصيح عزي يا خلقرة وحسين جدام الضعن يمشي بسكينة لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم نبي الرحمة محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين انطلاقا من الآية المباركة الحديث أيها الأحبة في محورين المحور الأول في مضمون وعناوين هذه الآية المحور الثاني في بعض الآيات التي قد يفهم منها منافاتها لمبدأ الكرامة الإنسانية المحور الأول الآية المباركة تضم عنوانين العنوان الأول هو الكرامة ولقد كرمنا بني آدم ما المقصود بالكرامة؟ الله عز وجل عندما خلق هذا الإنسان جعله ذا شرف ذا كرامة سواء كان أفضل من غيره مساو لغيره هو جعله في موضع الشرف والكرامة فما المعنى؟ ما معنى الكرامة في هذه الآية؟ هنا اتجاهات الاتجاه الأول يقول الكرامة في هذه الآية المباركة هي تكريم تكويني كرامة تكوينية يعني الله عز وجل عندما خلق هذا الإنسان وهبه قدرة عقلية هائلة جبارة تمكنه من بناء وصنع المجتمع وبناء الحضارات ووضع الأنظمة الكفيلة بذلك هذه الهبة ما أعطيت لغيره من المخلوقات على الأرض حتى اللي عندها عقل كالجن مثلا
ما عندهم القدرة لبناء الحضارة، ولا البهائم أجلكم الله اللي عندها مثل ما يقولون قدرة تراكمية أو معلومات تراكمية مثل ما يسموها، أيضا ما عندها القدرة لبناء الحضارات وبناء المجتمع. الوحيد هو الإنسان اللي وهب الله تبارك وتعالى هذه القدرة الجبارة الهائلة. ولذلك بعض المفسرين يقولون الكرامة وفقا لهذا المعنى هي اللي مقصودة في الآية المباركة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يقولوا هذه الأمانة هي الكرامة التكوينية اللي وهبها الله تبارك وتعالى للإنسان. ما الدليل على أن معنى الكرامة هي الكرامة التكوينية؟ قالوا في نفس الآية، إذا تلاحظون في الآية الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. حملناهم في البر والبحر هذه موهبة ثانية، لا لا، هذا دليل على النعمة الأولى اللي هي الكرامة القدرة العقلية. فمن خلال هذه القدرة الإنسان استطاع أن يعبر البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، هذه بعد دليل على النعمة الأولى. من خلال قدرة العقلية استطاع أن يعمر الأرض وأن يستخرج الخيرات والطيبات من هذه الأرض بقدرة العقلية. فهذا المعنى الأول إلى الكرامة. المعنى الثاني قالوا المعنى أشمل، الكرامة المقصودة هي كرامة تكوينية وكرامة تشريعية. الكرامة التكوينية اللي أشرنا إليها الله عز وجل كما أعطى الإنسان قانون العقل، أيضا القانون السماوي يحمي شرف هذا الإنسان وكرامته. الله عز وجل وضع طوق من الحماية على الإنسان، طوق من الحماية: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أكو طوق من الحماية يحمي شرفه يحمي كرامته. فهذا العنوان الأول في الآية المباركة إلا هي الكرامة. العنوان الثاني: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله عز وجل في القسم الثاني من الآية يشير إلى أن التفضيل، تفضيل الإنسان هو على وجه الأرض، أشرف مخلوق على وجه الأرض هو الإنسان. يعني ما تشمل الآية الملائكة؟ لما تشمل الملائكة. إذا تلاحظ الله عز وجل في الآية وفضلناهم ما قال على جميع من خلق، لا، قال على كثير ممن خلقنا. ليش؟ لأن الملك مخلوق من نور من طهارة، عباد مكرمون. أما الإنسان يقولون علماءنا في جبينه مقسوم إلى قسمين: قسم نوراني متعلق بالسماء وهو العقل، وقسم ناري متعلق بالأرض وهو الشهوة والنزوات اللي توضحها الآية: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فالإنسان مكون من هالعنصرين على عكس الملك، الملك اللي مكون من عنصر واحد وهو عنصر النور وعنصر الطهارة. لكن التفت، هذا التفضيل تفضيل نوعي وليس على سبيل الاستغراق. إيش معنى هالكلام؟ يعني مو كل ملك أفضل من كل إنسان، ولا كل إنسان أفضل من كل ملك بعد، ولا كل إنسان أفضل من البهائم بعد. سبحان الله، أكو صنف من البشر البهائم أحسن منها؟ إيه موجود، مو أنا اللي أقول، الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل، حتى البهيمة أحسن منهم. سبحان الله، أمير المؤمنين عليه السلام شي يقول؟ يقول: لقد خلق الله الملائكة بعقل من غير شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان شهوة بعقل، فمن غلب عقله الجانب النوراني، فمن غلب عقله شهوته كان عند الله أفضل من الملائكة. اللي عاد يغلب الجانب النوراني الجانب الناري،
فهذه المحور الأول أيها الأحبة. المحور الثاني، إجا البعض من اللي لا يعجبهم العجب مثل ما نقول، ولا الصيام في رجب بعد، متحجج على كل شيء. سبحان الله، إذا ما يحصل واحد يتحجج عليه يتحجج على روحه، كصنف من البشر بهالصورة. قالوا هذا القرآن الذي يقرر كرامة الإنسان، هذا القرآن تقولون يقرر كرامة الإنسان، فما معنى أن يقول في موضع آخر إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ ما ترهم يقولون؟ ألا يعتبر هذا تناقض في القرآن الكريم؟ هنا كرامة إلى كل البشر، وهني يقول أكو صنف من البشر نجسين نجسون. شلون يعني؟ قال علماء، أولا بعض علماءنا فهم من النجاسة، النجاسة بعضهم فهم النجاسة بأنها النجاسة المعنوية وليس النجاسة المادية، مثل الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، يقول النجاسة نجاسة معنوية، يعني فكره نجس، هذا أفكار منحرفة. فالله في هذه الآية المباركة يقول النجاسة في فكره مو في بدنه، هذا بعض علماء. لا، غالبية علماءنا غالبيتهم قالوا النجاسة نجاسة مادية مو نجاسة معنوية، النجاسة مادية ملموسة يعني، بس هذه النجاسة ما تشمل كل الناس، أهل الكتاب والكتب السماوية ما هم ما تشملهم الآية، اليهود النصارى حتى الصابئ يدخلوهم وياهم بعد، هذول ما تشملهم الآية المباركة، تشمل المشرك الملحد الذي لا يؤمن بكتاب سماوي. زين هذا ايش حكمه؟ قالوا من مسه برطوبة مسرية عليه عليه طهر إيده، يروح يغسل إيده. قالوا هذا مربط الفرس، ألا يعتبر هذا إهانة؟ تسلم أو تجود واحد في رطوبة على بدنه، تروح تركض إلى أقرب ماء وتطهر إيدك، هذا مو إهانة؟ قال العلماء والفقهاء الجواب على مستوى النقد والحل. النقد قالوا التفت ويانا، الآن لو عندنا إنسان عابد زمانه، عابد زمانه وما اجي لحظة، أكو شفنا ناس طول وقت على وضوء، من ينقض الوضوء يروح يجدد الوضوء، صح لو لا؟ يجدد الوضوء بدون ما ينقض حتى الوضوء، طاهر عابد زاهد، بس لو طلعت منه دماء، الدماء تكون نجسة لو طاهرة؟ نجس. لو عابد زمانه، لوش ما يكون يوصل من القدر والفضل والتقوى؟ النطفة تكون نجسة لو طاهرة؟ النطفة قبيرة، النطفة هذا مو طاهرة، نجسة. بعد لو كان فقيه زمانه، فقيه زمانه بس يموت، من مسه قبل برده برطوبة مسرية عليه يروح يطهر إيده، ومن مسه بعد برده عليه شنو؟ غسل الميت. حتى احنا عندنا احكام بالنجاسات، فهذه الاحكام هذا الحكم ما ناخذ لوحده، ناخذ الاحكام كلها مو بس هذا الحكم ونتحجج عليه، لا ناخذ الاحكام كلها على مستوى الحال. قال العلماء الشارع المقدس عندما وضع هذه الاحكام لها اهداف عقلائيه، إلي هدف عقلائي. شلون ليه هدف عقلائي؟ قالوا أكو بعض الأحكام منها ما يعرف، يقولون رمز ملموس محسوس، يعني رمز حسي لأثر معنوي، رمز حسي لأثر معنوي. شلون يعني رمز حسي لأثر معنوي أو تنبيه حسي لأثر معنوي؟ قالوا مثلا الآن رميك إلى الجمار،
رميك إلى الجمار. لو واحد من غير الملة الملة مو الملة الملة يشوفك ترمي الجمار ما يستوعب هذا العمل، يقول هذا مش عقلائي، يعني هذين يضربون على أحجار إيش معناته؟ سبع حصيات وترميها على في ثلاث مواضع ليش؟ أنت إذا جرتها من الهدف المعنوي والأهداف المعنوي صار هذا التنبيه الحسي أو الأمر الحسي ما إلى تحليل يعني. لكن إذا ربطت بالأمر المعنوي يقول لك أنت رميك للجمار هذا تذكير حسي بوسوسة الشيطان، كما فعل إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، شلون حارب وساوس الشيطان، شلون رجم الشيطان. أنت بعد عليك أن تحارب ولا تنهزم إلى الشيطان، لأن الشيطان مترصد إليك في كل زاوية من حياتك، كل خطوة من حياتك، فاحذر من وساوس الشيطان. فمنبه حسي لأمر معنوي. بعد مثال آخر، بعد مثال آخر نجيب بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الآن الشهداء الذين استشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أمير المؤمنين، مع الإمام الحسين، الشهيد مع المعصوم مثل ما يقولون في ساحة المعركة لا يغسل، صح لو لا؟ لكن عندك علم أن من يقام عليه الحد اللي بيقتلون بالحد يغتسل قبل أن يقام عليه الحد. الآن هذا اللي عليه الحد تخلونه يغتسل ويطهر، وذاك الشهيد ما تطهرونه، يعني هذا أفضل من ذاك؟ لا، أكو أهداف الله تبارك وتعالى، هذه الأحكام لها أهداف عقلائية يمكن بعضها ما يفهمها الإنسان إذا رجح إلى مسألة أهواء وإلى مسألة قياسة ما يروح يوصل إلى نتيجة. نجي إلى مسألة مس المشرك. مس المشرك العلماء يقولوا إحنا خصوصا في هذا الزمان أكو بعض الناس يقول أنا عملي طاولتي بطاولة واحد مشرك كافر أشتغل وياه. الشارع المقدس ما يقول لك لا تروح وياه، روح وياه وتعال وياه، بس أول ما تلمس برطوبة مسرية عليه تروح تطهر إيدك. إيش معنى هالطهارة؟ هل هي إهانة؟ قالوا لك لا، هذا منبه حسي لأمر فكري، كل شوية ينبهك أن فكر هذا نجس، فكر هذا الإنسان منحرف، كل ما تكلم إليك في مواضيع متعلقة بالله والعقيدة احذر أن تنجرف مع فكره، احذر أن تتلوث بأفكاره. هذا يقول إليك دائما احذرك من أفكار هذا المنحرف. هذا الهدف أيها الأحبة، وإلا مو النجاسة، لأن هذه إهانة إليه. منبه حسي لأمر معنوي، وإلا الإسلام هو دين كرامة الإنسان، حفظ كرامة الإنسان. تشوف أمير المؤمنين سلام الله عليه لما الخوارج انشقوا من جيش أمير المؤمنين بعد حرب صفين كارثة التحكيم، انشقوا الكوارث الخوارج، فكرهم أصبح منحرف لولا خرجوا على الملة، لو ما خرجوا على الملة خرجوا. مع ذلك قبل حرب وياهم أمير المؤمنين كان يسمح لهم بالصلاة في نفس المسجد الذي يصلي فيه، بس ما يصلون جماعة وياه، يصلون فرادة ويأذون بالكلام معه. كان واحد من جملتهم عتل زنيم، يقول المؤرخ يوقف في زاوية من زوايا المسجد، وإذا سمع أمير المؤمنين يقرأ رفع صوت على صوت أمير المؤمنين: لئن أشركت ليحبطن عملك. أمير المؤمنين يسكت، فإذا انتهى أمير المؤمنين يواصل القراءة، يرفع صوت أكثر على أمير المؤمنين: لئن أشركت ليحبطن عملك. عاشوا بالكرامة، حفظ كرامتهم أمير المؤمنين، حتى العطاء ما أوقف عنهم. لما اعتدوا على الحرمات أمير المؤمنين قال خلاص، مكن السيف من رقابهم،
خلاص تعدى الحدود. وكذلك الإمام الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين لما وصل إلى قصر بني مقاتل وإذا بالحر ابن يزيد الرياحي يعترض طريق الإمام الحسين في ألف فارس، ألف فارس. يلتفت إليه الإمام الحسين يقول لي حور أعطاشا أنتم؟ شوف أنت مبدأ أهل البيت، مبدأ الإنسانية، مبدأ الأخلاق، مبدأ الكرامة. وإلا الماء يا جماعة عزيز، مو مثل اليوم تحصل الماء في كل مكان. وهذا الإمام الحسين مسافر في بار أقفر ويا عائلة ويا نساء ويا أطفال، الماء عزيز على المسافر ذيك الأيام. قال بلى أبا عبد الله، كلنا عطاشا، صار إلينا ساعات ندورك إحنا بحرارة الشمس، إحنا عطاشا أبا عبد الله. قال عباس علي أصحابي أنزلوا القرب وأواني الماء، أسقوا القوم واسقوا الخيول ورشفوها ترشيفا. الله يا أبو علي، هو ما يدري أن سهامهم ستشك بدنه وأن رماحهم ستنغرز في جسده الطاهر وأن سيوفهم هي التي ستقطعه؟ يعرف. مو أقول لك أهل البيت من أعظم مبادئهم اللي رفعها النبي صلى الله عليه وآله المبدأ الأخلاقي، إنما بعثت لأتمم مكارما. والقرآن الكريم لما إجا يمدح جنبة في هذا النبي العظيم امتدح أي جنبة؟ الجنبة الإنسانية. أنت ترى قيمتك بإنسانيتك، قيمتك بأخلاقك. أول ما تتخلى عن الأخلاق والإنسانية لا قيمة لك، خلاص. اسقوا الخيول ورشفوها ترشيفا، يقول الإمام. أهل الخيل يعرفون الخيول إذا طردت وصار لها مدة ما شارب ماء، أهل الخيل ما يشربون هالماء مباشرة، يبردون على نواصيها، يبردون على جوانبها بالماء. إذا برد الفرس أو الخيل بعدين يشربون الماء حتى لا يموت أو يصيد حادث مثلا. الإمام الماء عزيز عليك يا أبو علي، تقول اسقوا الخيول ورشفوها ترشيفا. إجا واحد من آخر الجيش يقول أين الحسين؟ فوالله لقد حال العطش بيني وبين السماء كالدخان. يعني ما يشوف الرجل. علي بن الطعان المحاربي لعنه الله، والله ما يستاهل هالاسم. علي ملكنا فكان العفو منا سجية. أين الحسين؟ قال على رسلك يا أخا العرب، أنا أمامك. قال أنا عطشان. قال حبا وكرام هاك القربة، أخذ القربة وقام الماء ينسكب على أثوابه متلهف. قال للإمام الحسين أخنث السقاء، أنخ الراوية والماء ينسكب عليه. شاف الإمام الحسين ما فاهم كلامه، أقبل الحسين بيده الشريفة وقام يشرب الرجل. يقول المؤرخ قام يشرب أبو علي شوية شوية حتى لا تروح عيونه، حنون أبو علي أبي الضيم صاحب النفس الكبير. أبو علي هذا تعرف ويش سوى بإمامك؟ لما طاح الحسين على البوغة في كربلاء، يقول واحد من بني أمية يقول شفت الحسين على الأرض ماخذ لوسادة من التراب، خد على التراب والخد الثاني تصهر الشمس، لكن إمامنا كان يحرك شفتيه. يقول قلت إن كان يدعو علينا هلكنا والله،
يقول اقتربت من الحسين حتى أسمع ماذا يقول، وضعت أذني قريب من فمه، يقول كان يقول عطشان وحق جدي عطشان، تفتتت كبدي من الظما. يقول قلت هنيئا لكم النصر، اجيت الى المشرعه، يقول ملأت قرب من الماء واجيت مسرع الى الحسين. يقول لما وصلت قريب من الحسين اعترض طريقي علي بن الطعان المحارب، الا سقى بايد الحسين بايده، قال ايش تريد انت تسوي؟ قلت له اريد اسقيه، هو ميت ميت، مو من المروءة نخليه قاعد يقسم بجده، يقول وحق جدي انا عطشان. يقول أخذ القربة من يدي وسكبها على الأرض قائلا لا يذوق الماء حتى يذوق الحامية. دخل وقت الصلاة، التفت الحسين إلى الحور، حور تصلي معنا أم تصلي بأصحابك؟ قال إذا حضرت الصلاة وياك يا أبو علي هذه فرصة أصلي بصلاتك. طيب من أصله. صلى الحسين وصلى الحر مع بعض أصحابه، فرغ الإمام من الصلاة قال يلا يا إخوتي أصحابي جهزوا الضعينة، ركبوا العلويات، ركبوا الخفرات. أركبت العائلة، الحسين فرس مربوط في أول الضعينة، إذا مشى الحسين مشت القافلة، وأبو علي يمشي شوية شوية، يمشي بالهون بالهدوء. إيه عند محجبات أمير المؤمنين غالين اللي بالمحامل، إذا تحرك الفرس الضعينة كلها كل محمل يتحرك ورا الثاني. صعد الحسين على جواده، تحركت الضعينة، صعد الحر على جواده، أقبل إلى الحسين، أبا عبد الله أنا مأمور أن أخذ بك أسير لابن زياد. قال وأنا ابن رسول الله، أمثلي من يؤخذ أسير ذليل لهذا العتل الزنيم؟ لا والله. ارتفع الكلام بينهما، اشتبك عنق جواد الحر بعنق جواد الحسين، وقف جواد الحسين فجأة فجأة، وإذا بالمحامل تصطك بعضها في بعض، ارتجت الضعينة، صاحت النساء وأذوا الله وضيعته. زينب بالمحمل صاحت أخي عباس، وإذا اللي عند المحمل الأكبر قال عمتي أنا الأكبر يمج عمش عندك؟ قالت وين عمك أبو فاضل؟ قال يا عم راح إلى أخوه خايف عليه احتوشه. قالت بني أمضي لأبيك الحسين وقل له إن عمتي زينب تقول لك أن تلين الخطاب مع القوم، فقد ارتاعت القلوب وبكت العيون. إجا الأكبر مسرع، أبا أبا يا حسين تقول لك عمتي زينب أن تلين الخطاب، فلقد بكت العلويات وبكت الهاشميات وتروعت الأطفال. اسمع الضجة يا أبويا بالمحامل. قال ثكلتك أمك يا حور، ثكلتك أمك، وش سويت فينا أنت؟ تبكي بنات علي ابن أبي طالب، تعرف ايش سويت انت يا حور؟ طأطأ رأسه خجلا وحياء من الحسين، أبا عبد الله والله لو قالها لي أحد غيرك من العرب أو العجم لما تركت لأمه من الثكل سبيلا، ولكن ما أقول في فاطمة الزهراء.
شو أقول في فاطمة أنا؟ لكن أبو علي خذ لك حل نصاف، خذ لك طريق لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة، خذ لك طريق آخر. قال أنصفتنا يا حر، في أمان الله أبا عبد الله. الحر مشى مع أصحابه، التفت الحسين إلى أصحابه، أفيكم من يحذو بالنياق حذوا هين يسكن خواطر خواتي شوية؟ فز الطرماح من مكانه وقف أمام الحسين، نور عيني حسين سيدي ومولاي، شرفني أن أمسك ناقة زينب، خلها الشرف باسمي طول الزمان يا أبو علي. قال تفضل يا طرماح. تقدم الطرماح على المحامل وقام يحدو بالنياق، والنياق تمشي على حدوه، واحنا وياهم في طريق كربلاء. انت يا مولاي على مسير الحسين، انت على درب الحسين، هنيئا لك بهذا الطريق. شي يقول الطرماح واحنا وياه؟ يقول يا ناقتي لا تذعري من زجر، يلا يلا، واسري بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير ساب. يا مالك النفع معا والضر، صوتك أيد حسين ننسى، لا لا مو قبول، أيد حسين ننسى بينما السبط بأهلي مجدا بالمسير، وإذ العاتف يدعوهم وينعى ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم ساعة، إذ وقف المهر الذي تحت وحسينا وحسينا فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل، فدعا في صحبه يا قوم ما آذل، قيل هذه كربلاء، قال خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر، وحسين وحسينا حطوا على هالوال، حطوا على يا عزوتي ورجالي، حطوا حطوا يا قوم. أنا بسألكم وأنا الخبير بأسماء، هذه أراضي جاء كرب بلا سما، يشرب ثرى وتبخل علينا بما، راضي أنا بهالتربة، حطوا على بعد بعد. قال وإن كان هذه كربلاء بشرب بلا نزلوا ترى لاحت علامات، لا
عالم بجانب هالنهار نقضي ضما أجسادنا تبقى على الرمضة سلي كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفور وكل نعرا ينظل بيها ومالنا قبور هذه مصارعنا وعدنا يوم طير المنون اسمى على راسي نعيب وطنا بخيام بكربلاء مهجة المختار دارت عليه جيوب وشمية وظل محتار ودموعه الصفو خده صب الامطار قدام عينه ينتخي كبش الكتي ثار برعيده صاحب الصولة تعب ثار برعيده صاحب الصولة قل البجة خلى يا خويا وارفع الره لفعل فعل الحشر بيت تحدث انه نشف دموع ابو علي وسج النحي قال لي يا ابو فاضل ما هاجت احزاني الى جل ذبحه رجالي انا حزني يا ابو فاضل لجل ضيعه اطفال وش حال زينب لو بقت من غير و متحيرة بيتام مدوشة وسليب أجركم الله صح أصحابي أنزلوا النساء والأطفال ورفقا بهن شوية شوية بعد كم يوم جايينهم بلاء سياط على المتون والظهور أنزلت العائلة الحسين ويا أصحابه وإذا بالأنين والبكاء من جانب النساء إجا الحسين مسرع ما الخبر ليش هالبكاء قالوا النساء مو منا يا أبو علي روح شوف حالة اختك زينب بس وضعت قدمها على هالأرض كي قاعدة وحاطة ايدها على قلبها وهي تنادي واخا قال زينب يا زينب وضع يده في يدها وقام يجول بكربلة وخي يا زينب هاونا محط رحالنا هنا تذبح رجالي هنا تسبى نسائي هنا تحرق خيامي هنا يذبح أخيك الحسين يا زينب يقول خلي بكربلة عندك يا زينب هرولة وقوة ترى جسم الصفا وعباس يختي جسمه المروة ولازم تقطعين أشواط بين أجسادنا عنوة بسعيش في ظلام الليل تصيري كعبة الأحزاب صارت يا أبو علي لو شفتها من جسد إلى جسد ساعة راجعة بطفل ميت وتارة راجعة بامرأة مذهولة لو شفتون حيرتها يا أبو علي زينب بأبي وأمي من صغرها متعودة على المصايب أي مصيبة مو في راس زينب
من فتحة عيونها كل المصائب في راس زينب على راس زينب. يلا خلنا أختم هالمجلس وأنا وياك مأجور مأجور أختم على هالغريبة. من باكر احنا نستعد بالمصارع وكل مسرح فيه زينب بأبي وأم. شي يقول الشاعر؟ يقول والله فتحة عين أو شاف الضلع مكسور، فتحة عين أو شاف الضلع مكسور وختمتها بضلوع الضامي المنحور، فتحت عزكية وختمت بعاشور، صبر هالخلوق كلهم ما يصبرون، فتحت عينها ومحروق باب الدار يا ويلي، وختمتها المخيم كل وجب النار. ما أدري شقولا بس أصيح الثار يا أهل الثار وين الثار مضمون. بعد أقسى أقسى مأجور مأجور، فتحت عينها وعين البتولة دموم يعني ملطومة الزهرة، فتحت عينها وعين البتولة دموم وختمتها بسهم عين الوفي المعلوم. الله يساعدك يا زينب بيا يوم بس عاشور رجالك حاد سنون، فتحت عينها ومحسن على الغبرة وختمتها برضيع طوق ونحره. الله يساعدك يا زينب الحرة يلعشت الحزين بلوانة وفنون. بيت الدعاء بيت الدعاء. يقول الشاعر هذا أعظم بيت ترى، بس اتأمل بي حتى أتوفق وياك أنا بعد. وإيش صار زينب؟ قال فتحت عينها وشافت علي مقيود، فتحت عينها وشافت علي مقيود وختمتها بعليهم بالحبل مشدود. مصنوعة إلك زينب ثياب السود بس عاشوا رجالك حاد سنو. يلا صوت واحد حسين يا